بعد حفل زفاف الممثل المصري محمد عادل إمام يلي صار مؤخراً بحضور عدد كبير من النجوم، انتشرت أخبار عن طرد والد محمد الممثل المصري عادل إمام للممثل المصري محمد رمضان من الحفل. بس بالمقابل نفيت مصادر مقربة إنه يكون هالأمر صار، فرمضان ما حضر العرس من الأساس وكان عم بيأدي الخدمة العسكرية بوقتها. وكان محمد احتفل بزفافه على خطيبته نوران طلعت بحضور الفنان عمرو دياب يلي أحيا الحفل. لتعرفوا كل أخبار النجوم يلي بتحبون زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على تشانل الفن على يوتيوب واكبسوا على الجرس ليوصلكم نوتيفيكيشنز بكل الفيديوز الجديد، وعطونا رأيكم بهالخبر عبر الكومنت سكشن الموجودة أسفل الفيديو.